مريم سعيد عندها بوتي كتير حلوة، مكياجها كتير حلو دايما ناتوريل وبتعجبني كتير. دنيا كمان وجهها كتير تيبي وكتير حلو. سميرة ديفا يعني بحبها كتير كتير، سبق واشتغلت معها من زمان كتير، يمكن أول ما بلشت شغل، بس بعتبرها عن جد لما نقول ديفا بعالم الغناء بنقول سميرة سعيد. مريم سعيد أكيد من الإعلاميات اللي ما سبق إني اشتغلت معها وبحب اشتغل معها، وبلاقي عم قلك عندها هيك اون بوتي كلاس وعندها شيء كتير مميز بوجهها. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.